كما أننا في لجنة القدس نعتبر أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملاً ظرفياً ولا يقتصر فقط على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف باعتبارها آلية تابعة للجنة. Honorable Mohamed Salem Cherkoui, the director of the agency. هذا تكريم رمزي مقدر لاتحاد برلماني للمتوسط لجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس، الذي يوجه عمل وكالة بيت مال القدس الشريف لتنفيذ مشروعات ملموسة يعود أثرها على الناس، وذلك طبعا بالتوازن مع المجهود الدبلوماسي والسياسي الذي يطلع به جلالة الملك على مختلف الأصعدة لنصرة القضية الفلسطينية. طبعا الاتحاد البرلماني المتوسطي أعلن على الجائزة في شهر ماي الماضي، واليوم تسلم لوكالة بيت مال القدس الشريف باعتبارها الذراع التنفيذية العاملة على الأرض في الميدان لدعم القدس وأهلها المرابطين.